الحقيقة أنه يعني هو تطور كبير الحقيقة، ويعني لا يزال يعني، لأنه الخوارزميات تحتاج إلى إدخال بيانات وإدخال معلومات إلى أجهزة الحاسب الآلي، يقوم من خلالها البرمجيات بتنفيذ ما يتم الطلب منه. وبناء على ذلك فإنه لا يزال يعني عمل المحللين الماليين يعني موجود، يعني خاصة أنه الخوارزميات تعتمد بشكل كبير على تحركات الأسعار، وأعتقد أنه التحليل المالي يبتعد قليلا عن عمليات التقلبات السريعة في الأسعار. هو احنا نتكلم على تحليل القوائم المالية، ولكن لو احنا نتكلم على الخوارزميات بدون شك أنه هذا تطور كبير في السوق السعودي، والحقيقة أنه كان مفاجئ لكثير من المتعاملين في الأسواق المالية السعودية هذا الرقم الكبير 25%. فإحنا نتكلم لو كنا نقول أنه حجم التداولات اليومية 7.5 مليار ريال، إحنا نتكلم اليوم على 1.8 مليار ريال يتم تداوله عن طريق التداول الآلي أو الخوارزميات. وهذا بدون شك أنه يعني يجعل السوق السعودي في مصاف يعني كثير من الدول المتقدمة في 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 الأسواق المالية، خاصة أنه يتيح للكثير العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها أن يقوم المتداول بعملية التداول بكل أريحية في الأسواق. طيب المالية. أعتقد أنه هذا أمر إيجابي وبشكل كبير. محمد قويس كان هو ذكر الرقم، فبالتالي هذا الرقم هو رقم دقيق جدا أستاذ خالد، ولكن مقارنة بالأسواق العالمية كان الرقم الذي ذكره السيد القويس 75%. هل نحن متأخرون؟ هل تتوقع زيادة هذه النسبة مستقبلا فيما يتعلق باللجوء إلى الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات فيما يتعلق بالتداول؟ بناء على الأسواق الأمريكية يعني النسبة تصل من 50% إلى 75%. فأعتقد أن السوق السعودي بناء على عمر السوق السعودي مقارنة بالأسواق العالمية، أعتقد أن السوق السعودي يسير بخطى وبنسب نمو أعلى بكثير من الأسواق العالمية في هذا المجال. فأعتقد أنه يعني لو ننظر إلى السوق السعودي في الفترات الماضية وفي السنوات السابقة يعني كان سوق متحفظ نوعا ما، ولكن الآن أصبح السوق منفتح بشكل كبير جدا ويستخدم الخوارزميات ويستخدم التداول الآلي. وأعتقد أنه نسبة 25% هذا تقدم كبير، ويحسب لهيئة السوق المالية ويحسب لشركة التداول هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بنسبة 25%. وأعتقد أنه في المستقبل سوف تزيد هذه النسبة، ولكن أتمنى أن لا تزيد بنسب كبيرة، لأنه زي ما احنا عارفين صحيح أنه يوجد مزايا ممتازة للتداول الآلي والخوارزميات.